طيب ايه رايك ناخد الاول من زميلنا العزيز حسن غنيمه من الكاميرون اخبار وكواليس عن منتخبنا الوطني قبل ساعات من هذه مواجهه المنتخب المغربي. حسن مشرف ومنور ودايما بنسعد بوجودك ودايما بنستفيد منك وبنسمع اخبار مهمه جدا. من العاصمة الكاميرونية يا وندي، تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن كريم رمزي، وتحياتي لضيفك الكريم كابتن عبد الحميد حسن، دايما منورين ومتعلقين. الحقيقة كريم بقى خليني أقول لك الأجواء والكواليس النهاردة، في زحمة النهاردة كده من المعلومات والكواليس في العاصمة الكاميرونية الخاصة بمعسكر منتخبنا الوطني قبل أقل من 24 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي الشقيق. يمكن النهاردة كان أبرز الحاجات اللي حصلت النهاردة بعد التمرين اللي استمر حوالي 45 دقيقة في الملعب الفرعي الأولمبي لمنتخبنا الوطني، وده كان التمرين الأساسي. وزي ما أنت عارف يا كريم أنه دايماً ليلة المباراة بيكون فيه مؤتمر صحفي بيكون إجباري من الكاف، لازم المدير الفني وكابتن الفريق يكونوا حاضرين من كل منتخب، لكن النهاردة فوجئنا أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي لكيروش واللي كان هيكون موجود معاه عمرو السولية. والحقيقة لو حكيت لك يعني سبب إلغاء المؤتمر، دائما وابدا غرائب وطرائف التنظيم هنا لا تنتهي، يحدث فقط في الكاميرون. الحقيقه من المفترض انه كان بعد التمرين الميعاد بتاع المؤتمر الصحفي كان بعد انتهاء التمرين بربع ساعه بس، مع ان المسافه ما بين ملعب التمرين وقاعه المؤتمر الصحفي اكثر من ساعه الا ربع، فانا مش عارف الحقيقه ازاي اللجنه المنظمه حاطه الميعاد بعدها بربع ساعه. ومع ذلك كيروش وعمرو السولية بعد ما خلصوا التمرين حاولوا ان هم يركبوا عربيه منفصله عن حافله المنتخب الوطني اللي هتروح للفندق، الفندق ده اللي هو بيبعد ساعه وربع. فكيروش وعمرو السولية حاولوا يقنعوا الامن الكاميروني ان هم يروحوا بعربيه لوحدهم على طول للمؤتمر الصحفي عشان يلحقوا الميعاد، الا انه الامن الكاميروني والسلطات الكاميرونيه صمموا انه كيروش وعمرو السولية يركبوا اتوبيس اللعيبه ويمشوا في نفس الموكب التاميني لحد فندق المباراه، يوصلوا اللعيبه وبعد كده يرجعوا ساعه وربع تاني لحد مكان المؤتمر الصحفي، انا مش عارف ازاي. فطبعا استاذ اسامه اسماعيل المسؤول الاعلامي للاتحاد المصري لكره القدم بسرعه اتصل بالكاف قال لهم 1 2 3 والامن الكاميروني مصمم ان احنا نمشي في موكب منتخبنا الوطني واللعيبه واحنا كده مش هنلحق المؤتمر، وبالتالي الكاف اعلن ان مصر لن تحضر المؤتمر. ده مش كده وبس، ده حتى المؤتمر اللي كان موجود قبل منتخبنا الوطني بدقائق اللي هو بتاع منتخب السنغال الكهرباء قطعت واحنا قاعدين والراجل بيتكلم في مشهد عبثي الحقيقه، يعني عجائب وطرائف، يعني الكاميرا الخفيه بتحصل هنا في الكاميرون بالتاكيد. لكن بالتاكيد يا كريم برضو خلينا اطمنك على الحاله المعنويه لمنتخبنا الوطني، حاله معنويه مرتفعه وحاله ثقه الحقيقه موجوده داخل المعسكر ما بين كل لاعبتنا. النهارده محمد صلاح وكيروش اتكلموا مع اللعيبه لاكثر من 20 دقيقه واتكلموا وتعهدوا وقروا الفاتحه، انه محمد صلاح طبعا بيعتبر بالنسبه للعيبه الايديال او القدوه، واللعيبه بتحب جدا تقعد تتكلم مع صلاح في المعسكر عشان يخرجوا بره الضغط العصبي عليهم، لان زي ما انت عارف يا كريم انه عدد كبير من اللعيبه بيشاركوا لاول مره في البطولات الافريقيه، وبالتالي دور صلاح بقى بيظهر هنا. اللعيبه قرت الفاتحه جوه المعسكر وتعهدوا بالعوده بكاس افريقيا ان شاء الله من الكاميرون للقاهره. حتى كيروش اتكلم مع اللعيبه وقال لهم ما تخافوش العبوا الكره بتاعتكم، المنتخب المغربي قريب من طريقه لعبنا، احنا مش عاوزين نخاف من اي حاجه تماما. وبالتاكيد اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا. كريم خليني اقول لك التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني من خلال رؤيتي للتدريبات النهارده، هيكون محمد ابو جبل لحراسه المرمى، امام رباعي خط الظهر هيكون احمد فتوح، اثنين قلبي دفاع احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، ناحيه اليمين هيلعب بعمر كمال عبد الواحد، هيلعب بثلاثه في منطقه وسط الملعب بنسبه 100% هيبدا بالسولية والنني، وخاصه في ظل التفاهم الكبير ما بينهم اللي ظهر في المباريات الاخيره. هيلعب بقى مركز 8 اللي احنا دايما بيثير اللغط ودايما كل المحللين بيختلفوا عليه. الاقرب انه يشارك اساسي بكره في مركز 8 هيكون عبد الله السعيد، وان كان احمد سيد زيزو وامام عاشور في الصوره، ولكن حتى الان كيروش بيفضل انه يدفع باحمد سيد زيزو في كبديل ذهبي في الشوط الثاني على حسب سير المباراه. كمان هيلعب في الخط الامامي بمحمد صلاح ناحيه اليمين،
مصطفى محمد في قلب الهجوم، ناحيه الشمال هيلعب بعمر مرموش. كمان كيروش حاطط بلان بي كده، ان هو ممكن يلعب بمحمود حمدي الونش قلب دفاع جنب احمد حجازي، لان خلاص الونش بقاله 3 ايام بيشارك في التدريبات الجماعيه بعد استشفائه تماما من الاصابه. ولكن البلان بي دي هتكون بعيده شويه في ظل تالق محمد عبد المنعم في المباريات الاخيره، وان عبد المنعم كمان عنده حساسيه المباريات، وخاصه انه الملعب اللي هنلعب عليه بكره هيكون ملعب احمدو اهوجو اللي مصر لعبت عليه قدام السودان، ومحمد عبد المنعم هو اللي سجل هدف الفوز، وبالتالي عبد المنعم ليه الافضليه انه يشارك بشكل اساسي. كمان اطمنك على حاله حمدي فتحي، اعتقد انه مش هيبدا بكره، الموضوع صعب شويه لانه النهارده شارك في جزء فقط من التمرين لانه بيعاني من اجهاد في العضله الضمه. كمان حارسنا الكبير محمد الشناوي من امبارح بدا برنامجه التاهيلي، يعني في بشره خير ان ممكن الشناوي ان شاء الله يعني يكون موجود في التشكيله الاساسيه بدايه من السيمي فاينل في حاله فوزنا غدا. وان كان محمد ابو جبل الحقيقه دائما على العهد ودائما على الموعد، لما نزل في المباراه اللي فاتت الحقيقه ادى اداء رائع واداء رجولي، والحقيقه عصام الحضري عامل حاله ما بين كل الحراس، مخلي الاربع حراس اي حد بيلعب فيهم في اي لحظه بيكون اداؤه قوي جدا يا كريم بالتاكيد. طيب حسن، انا عايز اسالك، انا سيبتك تسترسل بس في سؤال مهم جدا عايزك تقراه لي بشكل نفسي ومعنوي، يعني الحاله المعنويه والنفسيه عند اللاعبين ايه بعد ما حصل تطور في الحاله اللي موجوده هنا عند الجماهير المصريه والمتابعين، انه خلاص احنا دلوقتي عندنا منتخب مصر بيقدم اداء كويس، اللعيبه بتلعب بروح ورجوله، فبدات الناس كلها تلتف مره اخرى حوالين منتخب مصر. اكيد ده برضو بيوصل لهم زي ما كان بيوصل لهم السلبي قبل كده، زي ما اوضح محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه كوت ديفوار. بالتأكيد سؤال رائع منك يا كريم، بيدل على حسك الكروي الكبير جدا وخبرتك الكروية الكبيرة جدا. الحقيقة يمكن محمد صلاح النهاردة اتكلم مع اللعيبة بالنقطة دي داخل فندق الإقامة، وقال لهم شفتوا لما احنا لعبنا بأداء ملحمي قدام المنتخب الإيفواري، شفتوا الرائد رد الفعل، وشفتوا الرأي العام في مصر اتغير ازاي. قال لهم الجمهور المصري يستحق مننا ان احنا بكرة نموت نفسنا. والحقيقة اللعيبة حاسة بارتياح نفسي شديد جدا بعد ما كانوا مضغوطين بشكل كبير يا كريم في دور المجموعات بشكل قوي جدا. كان طبعا السوشيال ميديا وكل الناس الحقيقه كانت غير راضيه عن اداء منتخبنا الوطني بالرغم من حصولنا على 6 نقاط، ولكن النهارده بقى اللعيبه حاسه بالارتياح من رد الفعل الجمهور على السوشيال ميديا او حتى الاراء اللي بيسمعوها من اهلهم لما هم بيكلموهم. الحقيقه ده عامل لهم روح ايجابيه وروح رائعه جدا جوه المعسكر، وبتديهم دافع قوي جدا ان هم يأدوا اداء ملحمي واداء قوي اكتر كمان من مباراه كوت ديفوار، ان هم لمسوا بنفسهم ان الجمهور المصري جمهور ذواق لكره القدم، وجمهور بيفهم كوره، وجمهور بيتمتع بالكوره وبيحب الكوره. فعارفين انه اقل يعني قوه في الملعب واصرار في الملعب بيفرق بالتاكيد كتير مع الجمهور المصري، عشان كده اللعيبه تعهدوا انه يلعبوا اداء ملحمي اكتر كمان من مباراه كوت ديفوار بالتاكيد يا كريم. الزميل العزيز المتميز دوما الرائع في كل معلوماته حسن غنيمة، أنا بشكرك شكرا جزيلا من الكاميرون، كواليس وأخبار منتخبنا الوطني ما قبل مواجهة المنتخب المغربي اللي إن شاء الله يوفق فيها منتخبنا المصري ويصعد لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.